مساء الخير لميس، اوحشتيني. انت كمان كيفك؟ الحمد لله الحمد لله، كويسة جدا. الحمد لله. يعني قولي لي، اول مره بقى تروحي تنتخبي كمصريه، كانت ايه مشاعرك؟ ولا صراحة لميس كانت مشاعر كتير فيها من الحماس ومن المسؤولية. حسيت انه انا هيك عندي مسؤولية تجاه مصر، كوني انا صرت مصرية طبعا، طبعا وكوني صرت مواطنة مصرية وعندي عائلة بمصر وبيتي بمصر. ما بعرف، كان هيك مشاعر خليط من حماس، وبنفس الوقت كان شوي هيك شيء غريب وجديد علي، طبعا بس كان من الضروري لميس انا احس واقوم بهذا الواجب. مثل ما بيقول لي ضميري، يعني حبيت اني اعبر عن رايي، لان ما بيكفي بس اني اكون حامله باسبور مصري، وانا طبعا بفتخر بالجنسيه المصريه اللي اخذتها من 4 سنين، لكن حلو كمان اوقات الفنان عنده هو راي كمان وعنده طبعا مواقف طبعا من خلال صندوق الاقتراع. لازم كمان الفنان والمواطن يعبر عن رأيه.